من أرضية ميدان الوثبة من عاصمة الميادين، وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة أبوظبي الرياضية قناة دبي ريسنج ضمن فعاليات هذا المهرجان السنوي الكبير الذي قاموا هنا 2014. تابعنا وياكم اليوم شوط الثنايا، شوط الرموز، الشوط المفتوح، ذهب مع هذبة لهجن العاصفة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. شداد الجعادين المفتوح ذهب مع ماي هاب لهجن الرياسة بقيادة المضمر المستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري. وشوط المحليات ذهب مع الدوحة لهجن الشيحانية بقيادة المضمر الذهبي سالم بن فوران المري. هذا ينطلق الشوط الرابع، والشوط الرابع مخصص للثنايا الجعادين المحليات الأصايل، شوط شداد، شوط رمز أيضا يتنافس عن المحليات على أرضية هذا الميدان 8 كيلومتر. مباشرة نسير مع مقدمة هذا الشوط، والآن راهي على مقدمة هذا الشوط لهجن الرياسة بقيادة المغمر عيسى بن أحمد بن مطر بن مايد الخيلي واسمه لاهي. وفي المركز الثاني، المركز الثاني فريح، فريح لهجن الرياسة بقيادة المضمر مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي. وفي المركز الثالث، المركز الثالث طماع لهجن الرياسة بقيادة المضمر مبارك بن أحمد بن مطر بن مايد. العلوم الطيبة لافي على مقدمة هذا الشوط، مرحبا بك يا لافي على أرضية ميدان الوثبة في عاصمة الميادين، واللعب والرقص في الفترة المسائية على أرضية ميدانك، جماهيرك ومحبينك محبيني هذا الشعار الحمر، شعار هجن الرياسة يتابعون هنا عندنا على أرضية هذا الميدان أو عبر شاشة تلفزيون أبوظبي الرياضية أو تلفزيون دبي ريسنج، يتابعون أداء هجن الرياسة على مقدمة هذا الشوط في يوم الرموز في يوم الثنايا. ها هو لافي، لافي بالعلوم الطيبة، لافي على مقدمة هذا الشوط لهجن الرياسة بقيادة المضمر البارع مضمر سمحة الذي انتزعت السيف في يوم مشهود في ميدان الشحانية، سيف الأمير ذهبت به إلى دولة الإمارات بقيادة هذا الشاب ابن الفيلسوف يتفلفس في التضمير عيسى بن احمد بن مطر بن مايد الخيلي. يا سلام يا البارع على هذا التضمير وعلى هذا الاداء الذي يقدمه هنا لافي على مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني يا سلام، طماع في المركز الثاني، يطمع للفوز، يطمع بناموس هذا الشوط، يطمع بالشداد، طماع لهجن الرياسة بقيادة المضمر المميز مبارك بن احمد بن مايد الخيلي. وفي المركز الثالث فريح بدأ يتسلل يغير إلى المركز الثاني في هذه اللحظات لهجن الرياسة بقيادة المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيل العساس، وصل يتعسس ينتقل إلى المركز الرابع في هذه اللحظات لهجن العاصفة بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الخامس غدم الشعار العيناوي، شعار الزعيم غدم على ظهر هملول لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان بقيادة المضمر الزعيم محفوظ بن خميس اللي نبي وعذاب القلب من شي نشوفه يا ابو ناصر. يا سلام يا سلام يا سلام. ها هو لافي، لافي على المقدمة، لافي لا زال مسيطر، لا زال مندفع بدون أي أوامر تذكر من المضمر والمدرب والذي يقوم بالعناية، العناية التامة عيسى بن أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. دافع بلافي على مقدمة هذا الشوط، هو الأقرب للشداد، الأقرب لناموسي هذا الشوط، كيلو ونص عن خط النهاية، بدأ يرقص، بدأ يندفع على صوت السماعة. يا سلام يا سلام يا سلام يا لافي، لافي وعنده الخبر اليقين على مقدمة هذا الشوط، يبى الشداد، يبى النقطة الثانية في هذا المساء لهجن الرياسة بقيادة المضمر البارع الذي دائما يبرع في هذا التضمير وفي هذا المجال مع هذا الشعار، شعار الحمر لون الخطر على ظهر لافي لهجن الرياسة. المركز الثاني، المركز الثاني طماع، طماع.
الطماع يطمع أيضا بالفوز لهجن الرياسة بقيادة المضمر مبارك بن أحمد بن مايد، الخيل العساس في المركز الثالث لهجن العاصمة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير، الاجتبي هملول في المركز الرابع لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان بقيادة المضمر محفوظ بن خميس، اللي نبي روح يا ابو ناصر جماهير العيناوي جماهير الزعيم يتابعون الشعار العيناوي، يا سلام هالمدينة العين يراقبون هذا الشعار، يا سلام مدينة الخضرة مدينة الجمال تراقب أداء هملول والشعار العيناوي، بدأ تظهر خطورته، ولعت الأمور اشتعلت الأمور ولعت الأمور اشتعلت والرموز تتوزع بين الهجن، يا سلام يا سلام والملاك وهملول ينتزع المركز الأول، هملول لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان بقيادة المضمر زعيم المضمرين محفوظ بن خميس، ايلي نبي مشكور يا ابو ناصر مشكور على هذا التضمير على هذا الأداء الذي تقدمه هجن سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان، سلام سلام عليكم يا أهل العاصمة واسعد الله مساكم بكل خير ومساء الخير يا أهل العين على هذا الشعار العيناوي، تهانينا من الأعماق لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان على انتزاع هملول شدادي هذا الشوط المركز الثاني، طماع لهجن الرياسة المركز الثالث، العساس لهجن العاصمة المركز الرابع مشغل لهجن الرياسة، وفي المركز الخامس لا في لهجن الرياسة، هذه النتيجة ياهو شوط شاهدنا وتابعنا وهملول يصلنا في الأمتار الأخيرة ينتزع الشداد ينتزع الذهب بكل جدارة وبكل فوز وبكل استحقاق، يسجل بصماته دائما أينما ذهب هذا الشعار في الدولة أو خارج الدولة، يسجل دائما بصمة مع أهل الرموز، وهملول ساعد تسلله إلى خط النهاية في سرعة وقدرها 55 كيلو متر في الساعة، هو هملول 12 دقيقة 52 ثانية جزء واحد من الثانية، تهانينا لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان، تهانينا أيضا للزعيم زعيم المضمرين محفوظ بن خميس الهنيبي والذي وصل في المركز الثاني، طماع 12 دقيقة 53 ثانية 6 أجزاء من الثانية، تهانينا لهجن الرياسة، تهانينا للمضمر المميز مبارك بن أحمد بن مايد، الخيل العساس في المركز الثالث 12 دقيقة 53 7 أجزاء من الثانية، تهانينا لهجن العاصمة، تهانينا للمضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاشتبي، تهانينا للجميع والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، تعلن انطلاقة جديدة في هذا المساء مساء الذهب.